سبحانك إلهي ما أعظمك، الملك ملكك والخلق عبيدك والقضاء قضاؤك. حارت عقوله للنهى في ميدان صفاتك، الكون كله رهن إشارتك، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تقلبها يا ربي كيفما شئت وكيفما تشاء. فتحت أبواب التوبة للتائبين بعدما عصوك فكانوا مقبولين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ حقا في الكون رب يعبد في حقيقة كائناته، فلا منازع له في ملكه ولا شبيه له في صفاته. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات وأزهار هي الذهب السبيك. على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وأصلي وأسلم وأبارك على حضرة النبي المصطفى الذي قال فيه سيدنا جبريل عليه السلام: طفت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد قلبا أصفى ولا أطهر من قلب محمد بن عبد الله. ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله فقالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي بين الناس. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الليلة القرآنية التي نودع فيها عبيد عائلة أبو شامة الراحل الكريم الحاج فاروق عليوة أبو شامة، فنسأل الله له في ذات الرحمات والمغفرة يجعل ثواب ما نقرأه في هذه الليلة هدية له في قبره، هو ولي ذلك والقادر عليه. يحضرنا في هذه الليلة القرآنية أعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية وقراء الإذاعة المصرية. يحضرنا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمطرية القاهرة. يحضرنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس أعلم إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي. أما الآن نستفتح بالذي هو خير، القرآن الكريم. معنا فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني علم إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي الذي أدعوه إلى منصة التلاوة، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يا
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحة ولا جناح عليكم إذا كان بكم أبا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيت
فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ولا تكن للخائنين
كل الخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Yeah.
شاء الله يبشر. الله يخليك يا باشا. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. Mm-hmm.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا الدنيا فمن يجادل
واكرم مكاسبنا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته وما يضلون إلا أنفسهم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما علمك ما لم تكن تعلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجويهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. أنا عند قوم أكرموا القرآن وهبوا له النفوس والأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتكون من غرس الهدى بستانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. فارحم به يا رب قوما تسيل دماؤهم، وارحم به يا رب راحلنا الكريم الذي اجتمعنا لتكريمه الآن. يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر، أبشر بخير جنان في ساعة الحشر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، علم إذاعات مصر والعالمين العربي والإسلامي، مقيم بمركز مدينة بلبيس محافظة الشرقية. في هذه الليلة القرآنية التي نودع فيها الراحل الكريم عميد عائلة أبو شامة فروع لي وأبو شامة، نسأل الله له في ضات الرحمات والمغفرة. تقدم بخالص الشكر والتقدير نيابة عن السيد النائب الحاج سمير صبحي أبو شامة، السيد اللواء لي وأبو شامة، حاج خالد فاروق أبو شامة، والحاج حسن فاروق أبو شامة، حاج محمد فاروق أبو شامة، جميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا، قدمونا بوافر من الشكر والتقدير. سادة أعضاء مجلس النواب، سادة أعضاء مجلس الشيوخ، سادة عمد ومشايخ البلاد، لمن شرفنا من محافظة القليوبية والشرقية والقاهرة، شاكر لحضراتكم ولجميع مشارك العزاء. شكر أيضا موصول لوزارة الداخلية العين الحارسة بعد الله عز وجل. شكر أيضا صاحب مخازن الفراشة العالمية، أولاد دياب قليوب البلد، نارة الذهبية المهندس عاطف عكا بقليوب، مهندسة الإذاعية المهندس محمد الشربجي، قناة المهندس أحمد الجعبري العالمي، الخدمة الفندقية المتميزة كابتن عطية الدولي بأبو حماد شرقية.